خلينا نروح لمساحتنا الطبية لليوم وحكينا عنها كثير. للأسف في انتشار بشكل كبير لإلى كياس أو كيسات المبايض، هو مرض منتشر عند كل الصبايا والسيدات. عم نشوف كنا سابقا بأعمار متأخرة شوي، عم نشوف اليوم كثير من الصبايا بعمر المراهقة بالعشرينات بالثلاثينات في نسبة كثير عالية مصابين. كيفية التعامل مع هيدا المرض؟ لأنه أحيانا التعامل معه بيزيد من سوء هيدا المرض وانعكاساته الصحية على كل صبية وسيدة. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح النور. صباح الخير دكتور. يا صباح الفل. يا هلا فيك. الله فيك دكتور. خلينا نعرف بدايه شو هو كيسات المبايض. هلا كيسات المبايض خلينا نكون دقيقين كثير، في كثير خلط بين كيسات المبايض وتكيس المبايض. تمام. هلا نحن تكيس المبايض سبق وحكينا عنه ودائما موضوع مستجد لانه كثير تساؤلات حواليه، ومثل ما قلتي بالمقدمه انه كثير في اصابات، نسبه الاصابه عاليه جدا فيه، يلي هو بنسميها نحن برجع بقول عم بحكي عن تكيس المبايض هلا او مبيض متعدد الاكياس، اللي هو متلازمه مجموعه من الاعراض نتيجه خلل ما بعمل المحور الغدي الهرموني عند البنت او السيده. اوكي يعني هيك مرقه بسيطه عليها، يلي انه هو انه هالجريب الاباضي بدل ما يتطور ليوصل لسطح المبيض ويطلع البويضه منه بيوقف بنص المسافه، وهيك مثل انه المبيض بحاصره وبيتجمعوا هدول مع الوقت بصير منظر مبيض، يعني البي سي او او تكيس المبايض او المبيض متعدد الاكياس اللي قلنا مثل عقد اللولو موجودين. هذا تكيس المبايض. هذا مو هذا موضوعنا لليوم. موضوعنا موضوعنا هلا كيسات المبيض سيدتي. كيسات المبيض يلي هي عباره عن كيسه، وخلينا نتفق على هيك تعبير حلو هلا كبدايه، انه هي توجد في المبيض وليست على المبيض وحصرا المبيض. اوكي. هلا هون بقى ممكن هي تكون داخل المبيض، في منها بتضل داخل المبيض والمبيض كله كبران بسبب وجودها للكيسه، او لا ممكن داخل المبيض وبتتبارز فوقه للمبيض. اذا هي كيسات ضمن المبيض، خلينا نقول عنها هيك تماما. وغير هيك انه هي حصرا الكيسات على المبايض، لانه بنسمع تعبير كثير خاطئ، دكتور رحت وكشفوا لي وقالوا لي معي كيسات على الرحم. لا لا لا، هي حصرا على المبايض. طبعا هلا هون بقى في الى هلا بنمرق على الاعراض وهيك. هلا هي الى انواع الحقيقه، خلينا نقول اربع او خمس انواع، كل وحده منهم إلى قد يكون إلى سبب مختلف وتدبير مختلف، وإلى علاقة بالأعراض وبالمستقبل الإنجابي اللاحق لهالبنت هاي. فلذلك هلأ نحن بدنا نحكي عن نقطتين هامين جدا، نوع الكيسة وحجم الكيسة. يعني هدول يلي هن العامل الفصل بين بالقرار اللي بدنا ناخده تجاه التعامل مع هالأنثى هاي يلي عند الكيسات. أنواع الكيسات عندنا، أول شيء كيسة يلي بنسميها نحن يلي محتواها مصلي، يلي هي بتكون كيسة جريبية أو شيء بمعنى أنه تشكل جريب إباضي بمنتصف الدورة الشهرية، مفروض يطلع البويضة منه ويرجع هو يكش شوي لحتى ما عاد نشوفه بآخر الشهر، يعني أول الدورة القادمة. طيب أوقات هذا الجريب ما بيطلع البويضة منه، بيقوم بيكبر وبيعمل عنا كيسة قد تصل لأقطار يعني متقدمة 6 7 8 9 سم، أوقات 10 12 سنتيمتر ممكن نشوفها. نعم سيدتي. هي الكيسة اللي بنسميها نحن اللي محتواها لما بنشوفها على الإيكو بتلاقي محتواها أنه أسود، يعني كلير أسود واضح كتير هيك جائر سوادة، هي بتطمننا كتير لأنه محتواها مصلي رائق. وغالبا هي الكيسات ممكن تشفى بشكل تلقائي، يعني برجع على المبيض بيمتصها وبيخلص منها بآلية ذاتية، وفي منهم لا طبعا يلي ممكن نحتاج لبعض الأدوية، وخاصة حب المانع حب من الحمل يلي في بعض الدراسات بتقول انه هو لا يفيد ولا يضر بموضوع هي الاكياس. الكيسة بده يمتص الجسم رح يمتص لحاله سوى عطيناه حب مانع، بس متعرف عليه انه بنعطي نحن حب مانع. هلا هذا النوع الاول. النوع الثاني لما بنلاقي بقى الكيسة موجودة بغض النظر عن القطر تبعها، انه هي بقى صار محتواها ما بقى اسود ناصع، صار محتواها قريب لرمادي شوي. هلا هي قد تكون كيسة نازفة، بمعنى هالكيسة هي اللي هيك مدورة
إلى جدار جدارة نزف جواتها، ما نزف برا البطن، خارج مو خارجي، جوا الحوض نزف جواتها، بتعطي هذا المنظر. نجي بقى للكيسة النوع الثالث يلي هي كيسات اللي فيها شوكولا، بمعنى الكلمة مثل الشوكولا الدايبة، الشوكولا المايعة شوي، اللي هو مرض الاندوميتريوز أو بطانة الرحم الهاجرة اللي سبق حكينا عنه بالحلقة الماضية. أي بطانة الرحم الهاجرة يلي هو أنه بالتعريف أنه بطانة رحم يعني مفروض تكون ضمن الرحم، صار في حمل، إذا كان في زواج وصار في حمل أوكي بتضل البطانة جوا بتساعد بالتعشيش، ما صار في حمل بتروح مع الدورة الشهرية. بمعنى من معاني أنه الدورة الشهرية هي بطانة الرحم يلي ما صار فيها حمل بتهر بآخر الشهر. طيب هلأ لما بتصير داء الاندوميتريوسيس أو بطانة الرحم المهاجرة لسبب ما مجهول، أنه هي هاجرت من الرحم، من البطانة من جوا، هي البطانة هاجرت من داخل الرحم لا أماكن مختلفة أخرى بالطريق الصاعد. أغلب الأماكن اللي بتروح عليها هي المبيضين، وبتعمل وقتها كيسات اندوميتريوزية يلي بيكون محتواها مثل ما قلنا شوكولاتي القوام. على الإيكو تقريبا منظرها شبه واضح، مع العلم أنه في بعض حالات حتى على الإيكو نشتبه فيها أنه اندوميتريوزية، بتطلع كيسات نازفة مثل ما حكينا قبل شوي، نزفت من جدارة جواتها، وببعض الحالات العكس صحيح، منفكرها كيسة نازفة بتقوم تطلع اندوميتريوسيس. بالرغم من انه في بعض التحاليل قد تكون موجهة ولكن ليست جازمة. طب لما نحكي عن عدة انواع وعم نحكي عن لسه في نوع، لا هذا الاهم اذا سمحتي لي سيدتي مشان ما تروح فكرة من بالي، يلي هي هذا رقم قد ايه؟ خمسة او اربعة، خمسة يلي هو خمسة يلي هو الديرمو ايتسيست او الكيسة العجائبية، يلي بعض الناس او بعض المراجع بتسميها الورم العجائبي، يلي هو لحسن الحظ هو خلينا نقول اكثر من 90% هو ورم سليم. طبعا جاي كلمه انه ورم عجائبي من كونه انه هو يحتوي انسجه جنينيه ضلت موجوده على هالمبيض او كلا المبيضين عند هالبنت، وتطور معها بمراحل عمرها وعمل هي الكيسه او الورم العجائبي يلي محتواها غالبا اكثر من 80% من الحالات. أهم محتوى فيها منشوفه هي مثل السمنة السايحة، يعني دسم، هي عبارة عن شحوم جوا، ومنلاقي شوي نسيج غدة درقية، ومنلاقي شوية سنان، شوية عظام، شوية شعر، مشان هيك اسمها كيسة عجائبية. هلأ بعض الناس بيقولوا لها هي توأم صغير، انه كان في توأم صغير مع هالبنت، بس هالتوأم ضل لاطي عند مبيضة ومع الوقت تشكلت هي الأنسجة، لأنه هي أساسا خلايا جنينية لم تتمايز بعد، لم تتمايز. طب خلينا نحكي، حكيت عن عدة أنواع دكتور، وحكينا عن حالات عديدة، شو الأسباب؟ يعني لما نقول في عدة أنواع أكيد في عدة أسباب، يعني ما هي سبب مشترك، ممكن يكون في بعض الأسباب المشتركة، شو هي الأسباب الرئيسية؟ لكل نوع الكيسات العجائبية السبب انه وجود هي الخلايا اللي ما بنعرف ليش بقيت. اوكي لكيسات الاندوميتريوسيس البطانة الرحم المهاجرة نحن الحقيقة ما بنعرف سبب واضح حقيقي لداء الاندوميتريوسيس يلي هو جزء اساسي منه من تظاهراته كيسات اندوميتريوزية قوامها شوكولاتي تتواجد غالب الاحيان على المبايض. طبعا هو داء الاندوميتريوز ممكن يتواجد بشكل وقعي، ادراس الالم موجود، يعني هيك طبة الألم موجود بكل أحشاء الحوض، ممكن نشوفه، نادرا ما نشوفه بأعضاء بعيدة بالجسم الأنثى. طيب منيجي على الكيسة النازفة يلي قلنا محتواها دم من جوا يلي نزفت من جدارة، كمان ما بنعرف سببها. الكيسات الوظيفية قلنا سببها يلي إنه الجريب ما طق الجريب كبر وعمل كيسة. في بعض الكيسات يلي هي إنه صار في عنا حمل، لبينما هالمضغة يلي راحت عششت ببطانة الرحم شكلت لها شيء يشبه الماشينة لتاخد من دوران الأم الغذاء تبعها، بيكون في شيء اسمه جسم أصفر بالمبيض، هذا اللي بيقوم بمهمة تغذيتها بشكل مؤقت وبيروح بشكل يعني تدريجي مع أشهر الحمل. إذا سبب لكل كيسة بعض منهم سبب واضح
بس البعض منهم لا الحقيقه ما له سبب واضح غير منقول خلل بالوظيفه خلل بالوظيفه وخلل وظيفه المبيض غالبا غالبا ينتج عن خلل بعمل المحور الغدي الهرموني للانثى. نعم دكتور ذكرت حضرتك كذا نوع انواع تكيس المبايض امتى الصبيه كيسات المبيض امتى الصبيه بتلجا للعمل الجراحي اي نوع منهم بيحتاج عمل جراحي اوقات بتصير اخطاء طبيه يعني مثلا مو مثلا في وحده عن جد كانت عم تعمل عمليه زايده فلاقوا لها كيسات على المبايض شالوهم بطريقهم عرفت فهون طيب. دخلت بحاله هستيريه يعني هي صار معها اعراض ومضاعفات فانت بنحتاج نحن انه نعمل عمليه جراحيه اي نوع بالضبط منه. سيدتي بتشكرك على السؤال دقيق جدا لانه هون كل حاله لها تدبير مختلف ولكن رح احكي عن مفهوم يلي هو اسمه دبل تشيك. دبل تشيك يعني انه نحن شفت اليوم هلا نحن قاعدين اجت لعنا بنت عم تشتكي من بعض الاغراض اللي عم نمرق عليها او جاي بشكل زياره روتينيه لقينا عندها كيسه على المبيض. اوكي طيب خليني اقول طالما الحجم مثل ما ذكرنا نحن الحجم والنوع هن الاساس بتوجه كيفيه التعامل هاو تو ديل وذ انه كيف نتعامل مع هالكيسه. لقينا عندها كيسة خلينا نقول تحت 6 سنتيمتر محتواها مصلي رائق يعني مثل ما حكي النوع الأول تقريبا بدون أعراض أو أعراض بسيطة لا هي منطول بالنا عليها ونعمل شيء اسمه دبل تشيك إنه بنرجع بنشوفها مرة تانية سواء أعطيناها حب مانع أو حب تاني اللي هو بنرجع بنشوفها مرة تانية بدقة أكبر بهدوء أكثر لحتى نعرف نعطي شو القرار المناسب. برجع لسؤالك بالتفصيل أكثر. الكيسة العجائبية هي آخر واحدة اللي حكينا عنها اللي فيها شحم ولحم وسنان وعظام وشعر وهيك هي حكما جراحة هي ما في يعني دوائيا يكنس ذاته ويتخلص منها لأنه أنسجة حقيقية موجودة هي تمام. ولكن الانتباه هون أرجو الانتباه إنه بالغرض من أي إجراء بدنا نعمله على المبيضين أو المبيض اللي فيه كيسة هو الحفاظ على مخزون المبيض من البويضات. هذا التارجت الأساسي تبعنا نخلص من الكيسة الموجودة مع الحفاظ على مخزون الإباضة عندها. لهيك الإجراء الجراحي هو أخير الحفاظ بشكل يعني دائما الإجراء الجراحي بيكون آخر الخيارات إذا تم المعالجة بشكل صحيح من البداية. بس نحن مرقنا على الأسباب ما حكينا الأعراض وفي أحيانا بتكون أعراض مثل ما قلت بسيطة ما بيتم الانتباه في منا صامت صحيح صامت يعني شو اللي ممكن أنا ما بتكون عندنا يعني أصلا صحيح. هي رايحة لعند دكتور هضمية أعراض بسيطة أو أعراض واضحة أو فيني أعمل مثلا مبهمة أو ممكن أنا أعمل مثلا فحص مثلا أو فيني يعني استشارة عند طبيب كل فترة وفترة لأتجنب كل هاي المرحلة تماما هي زيارة روتينية ضرورية. أوقات لا تكتشف الكيس هاد صدفة عند دكتور آخر يعني اختصاص آخر هضمية بولية اللي هو لقى عنده كيسة اللي روحي لعند دكتور نساء له علاقة بحب الشباب هداك اللي له علاقة بحب الشباب أكثر هو البي سي او مبيض متعدد الأكياس اللي فرقناه عن كيسات المبيض تماما يلي له علاقة بالأكنية بحب الشباب بالشعرانية بالبشرة الدهنية بلا 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 اللي بيصير هيك. هلأ إذا بدي أرجع موضوع الأعراض رح أقول رقم بسيط إنه من أصل كل 1000 امرأة أو بنت بيو اس اي بأمريكا حوالي 500 منهم كل سنة يراجعوا المشفى لشكوى ما تتعلق بكيسات المبيض ليس التكيس كيسات المبيض لشكوى ما بمعنى في منهم تكون أعراضها صارخة دورة غزيرة كتير ما عم بتوقف ليومين ثلاثة بتمشح بترجع بتجيها دورة تانية أعراض مثل هذا عرض صارخ يعني واضح صارخ بتراجع فورا من شانه. في منهم تجي لا إنه عنده إحساس مبهم إنه دكتور عندي وجع ناحية اليمين عم يضرب شوي على رجلي الشمال حاسة في عندي شيء نفحصها منلاقي غالبا عنده كيسة لا طبعا في منهم لا اضطراب بالدورة الشهرية إنه بتقطع الدورة وفي منهم لا بتضل تجيها كل 10-15 يوم دورة تانية يعني طيف أعراض مختلف تماما. في منهم بيراجعونا إذا كانت متزوجة بحالات تأخر الإنجاب ما عم نقول عقم بنقول تأخر الإنجاب. إذا طيف الأعراض جدا واسع ما عدا بعض الأعراض يلي ترتبط وهي نقطة مهمة كتير أرجو الانتباه لها يلي ترتبط
باختلاط عملته الكيسة. بمعنى مثلا الكيسات العجائبية اللي قلنا هي الشحم والهي اللي فيها، ليش هي منخاف منها أكثر؟ بسبب كون وجود الشحم فيها، فهي بتطفو يعني مثل الشحم يلي بيطفو على المي، فهي بتسبح. هي منخاف منها إذا كان حجمها كبير، إنه أوقات تفتل هي والمبيض، تخنقه للمبيض عند رقبته عند التوعية تبعيته مشان بسط القصة، صار ممكن نفوت وقتها بعملية إجباري عنا إذا تنخر المبيض أو تموت المبيض، نستأصل الكيسة والمبيض سوا، يعني بنكون خسرناها نصف الفرص تقريبا. هي الحالة يعني لتوصل في المرحلة ما في أعراض؟ يعني نحن عم نحكي عن كتلة كبيرة ممكن لا. يكون في بعض الأعراض لأنا أتنبه لإلها. تماما، في منهم بتفكر كولون، عم لك شو عم نشوف بعياداتنا. دكتور إنه حاسة حالي إنه أكلت، حاسة حالي إنه بتغلب بعد الأكل، يعني إنه مثل تخمة أو تقل، كمان بتفكرها إنه تقلت بالغداء بالأكل أو شيء، فلذلك هي ما بتنتبه حالها وبتراجع غير بعرض يرتبط مثل ما قلنا بالاختلاط، فتلت هي والمبيض أو كيسة كبيرة. كيسة كبيرة جدارة صار رقيق كتير مثل رقة ورقة السيجارة، جدارة كتير رقيق قامت طقت بالبطن، مو نزفت مثل ما قلنا بعض منهم تنزف من جدارة ضمن الكيسة، لا هي كلياتها نزفت وطقت بالبطن. كمان صارت حالة غالبا حالة جراحية لأنه بصير في دم وفي مي بالبطن، حالة جراحية يعني بمعنى الكلمة. هي بعد العملية الجراحية بعد ما بيتم استئصال هذا الكيس ممكن إنه يرجع؟ طبعا ممكن يرجع. قد ايه يعني بعد قد ايه بده؟ على حسب نوعه، اذا اندوميتريوسيس بس بطانه رحم هاجره، نحن بنعرف محاكين انا وحضرتكم كثير انه نحن بنعرف انه داء الاندوميتريوسيس بطانه الرحم الهاجره من اكثر الامراض مخاتله ونكسان. اوكي، وبنفس الوقت نتخيل انه هذا المرض في نسبه شفاء ذاتيه عاليه 30% كمان بينهي حاله بحاله. طيب اذا معناته في نسبه نكس. بالنسبه للاورام العجائبيه اللي حكينا او الكيسات العجائبيه، الحقيقه نحن قدر الامكان بنحاول ناخذ الكيسه، مع العلم انه اثناء الجراحه النقطه هامه جدا ننتبه لها انه نحن نعزل المبيض والكيسه اثناء الجراحه عن بقيه احشاء الحوض والبطن، مشان اذا تسرب جزء من محتويات الكيسه ما يروح بين الاحشاء العجائبيه عم بحكي عنها. بيكون في شيء جرثومي او فيروسي؟ لا ابدا على الاطلاق، مثل ما قلنا خلايا جنينيه من لما كانت ببطن امها، هلا مع الوقت عم تعبر عن ذاتها وتشكل اعضاء. طب مختلفة. اي الاكياس اللي ممكن اذا تسربت تعمل حاله صحيه سيئه؟ يعني لانه نحن عم نحكي عن استشارات بمراحل للاسف عند الصبايا والسيدات ما في هي الثقافه الاستشاره الدوريه، او يعني انه بعض الاعراض مثل ما قلت ممكن هي مشتركه مع بعض الاعراض الاخرى، فالصبيه ما تنتبه للاسف او ما تروح تستشير طبيب. شو هي الاكياس؟ يعني شرحنا عده انواع، ممكن اذا عملت تسريب بسيط ممكن يكون في الى اثار صحيه سيئه على جسم الصبيه. الكيسات المصليه غالبا ما بتترك اثار، لو سربت المي اللي فيها شوي بيمتص الجسم، قادر يمتص الجسم. كيسات الاندوميتريوز ممكن تعمل آثار، بمعنى انه ليست آثار خطرة على حياتها، ولكن آثار غليظة على، نكون دقيق بالتوصيف، على الشكل التشريحي المرتبط بوظيفة جهاز المرأة او المعالج اللي هو بتأثر. أو المعالجة كمان بيكون طبعا خيارات المعالجة لاحقا. الشكل التشريحي المرتبط بالوظيفة، بمعنى نحن بنعرف عنا هذا الرحم وهون عنق رحم، هون في مبيض وهون في مبيض وفي الأنابيب بيناتهم. طيب بنعرف انه نهاية الأنبوب في أهداب هيك لازم تلطي على المبيض، بوقت الإباضة شوي بتلبسه لبس للمبيض مشان بس تطلع المبيضة بدل ما تضيع بجوف الحوض أو البطن، تتلقفها هي الأهداب وتروح تكرج بالأنبوب، عشان إذا لقيت نطفة لقحتها تتشكل بويضة ملقحة وبتكمل باتجاه الرحم لتعشش. هذا يستدعي تشكيل تشريحي، الحقيقة التركيبة الربانية له أروع من رائعة. هلأ مثلا مثل كيسات الاندوميتريوز، مثلا إذا تسربت كيسات الاندوميتريوز ممكن تشوه هذا الشكل التشريحي المرتبط، برجع بقول
مرتبط بالوظيفة المطلوبة من كل عضو من أعضاء جهاز المرأة الإنجابي. طب السؤال الشائع الدائم، هل تؤثر على عملية الإنجاب عند الصبي؟ يعني كل هلا اللي عم يسمعك بيكون فعليا أنه خايف أو ممكن يكون إلى ممكن تأثر على الإنجاب؟ ببعض الكيسات ممكن تأثر، مثل الإندومتريوز إذا ما تم تدبيره وعلاجه بشكل صح، لما إذا عملت تشوهات تشريحية ممكن تأخر عملية الإنجاب. الكيسات العجائبية إذا تلحقت بأولها بشكل أنه ما تكون كبرانة، خليني أقول أكلي جزء كبير من المبيض، ويلي نحن الكلمة اللي قلنا عليها أنه هدفنا الأساسي الحفاظ على مخزون المبيض من البويضات، مو أكلي جزء أكل، إذا أكلي جزء كبير من المبيض ممكن تأخر الإنجاب. الكيسات المصلية هي اللي قلنا فيها مصل، لا هي غالبا وهي لحسن الحظ هي الاكثر شيوعا، فلذلك ما كثير بتاثر. لا يطمنوا من قلن انه عندكم اكياس وهيك، بس يكون التدبير يعني التدبير حكيم لكل حاله بحالتها وبوقته المناسب. التايمينج جدا اساسي، انه شو اخذ قرار، انه جاست فولو ذا كيس، انه بس تابع الحاله ولا لا، اعطي ادويه ولا الداخل جراحيا. هذا هون الحكمة بهذا القرار هي الأساس بالإجابة على سؤالك. بس بنقول لهم بالمجمل أغلب الكيسات هي كيسات هي المصلية الوظيفية يلي نحن نسميها ما لها طعمة بالنسبة لبقية الأكياس، يعني هي ما بتأثر على الإنجاب. فبنقول لهم عم تسمعونا اطمنوا إن شاء الله أمركم. هي نفسها اللي بتتعالج بالأدوية دكتور، ممكن كمان ترجع الكيسات المصلية؟ طبعا ممكن ترجع، لأنه ما بنعرف، لأنه تذكري الآلية سيدتي اللي حكيناها أنه هو جريب إباضة بمنتصف الدورة الشهرية لازم يطق ليطلع البويضة، ممكن بعد سنتين ثلاثة شي مرة ما يطق ما تطلع البويضة منه يقوم يكبر ويعمل كيسة كمان بدنا نتعالج. نحن السبب مجهول بالنسبة لنا، عرفتي، غير منقول خلل بالتوازن الهرموني، بس أما هذا الخلل شو عمله؟ توتر نفسي شديد، تغيير درجة حرارة شديد، جهد عضل، كله وارد. فلما منقول عن كذا شغلة احتمال انه هي تكون السبب، معناته نحن حقيقة لا نعلم السبب الحقيقي. شكرا كثير لك دكتور على كل النصائح اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك دكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم، ودائما معك الوقت بيخلص بسرعة، بس دائما بنحصل على معلومة مفيدة وبنطمن الصبايا والسيدات. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا كثير. أشكرك سيدتي.